في نوفمبر نتذكر كيف كان الاستقلال، نفتح سجل أولئك الرجال، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ذادوا عن حياض الوطن وساروا بتضحيات كبيرة على ذلك السنن، بذلوا الغالي والنفيس من أجل حرية وانعتاق. نرفل نحن اليوم من ذلك فيما هو باق باق. في هذه الحلقة من برنامج موريتانيا الأعماق نواكب فعاليات التخليد ونقف إجلالا وإكبارا لكل مقاوم ولكل شهيد. الحديث عن ولاية الأعصاب وهي قلب الوطن ومنطلق وعبور كثير من المجاهدين، بدءا بأبي المجاهدين بكار السويد أحمد الشهيد في معركة بوغادوم، ووصولا إلى العديد من المقاومين الآخرين. حديث يجمع شتات هذه المقاومة العسكرية والثقافية في هذه الولاية مقتصرا عليها. من حظ هذه الأرض، بل من حقها، أن يكون لها رجال، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. في ميدان المقاومة جالوا وصالوا، ترصدوا الغازية وهاجموا مواقع المستعمر. من هؤلاء المجاهدين المختار الأحمد والمحمشين، من نابذ الغزاة وشكل عقبة كأداء في وجه التوغل وبسط الهيمنة، ظل يرفض ويمانع قبل أن يهاجر مع من هاجروا، ولم يقبل مهادنة العدو بدم بارد، وقال مقولته المشهورة: بعد أن بلغت ما بلغت من الكبر لن يكون آخر عمري معايشة المستعمر الغاشم. إنه أحد أمراء المنطقة المتميزين بالحكمة والتواضع، وتمتع بشرعية نادرة خولت له القيادة السلسة والمجاورة الحسنة. وقد توطدت علاقته بالأمير بكار السويد أحمد، وقد حصل بينهما تعاون وتنسيق في مختلف الأحداث والمواقع. وقد عرف هذا القائد بالرفض الشديد لأي توغل للمستعمر داخل البلاد، رغم المحاولات المتكررة من طرف الفرنسيين. إذا تلاوى أنصارة يشو أراهم أنصارة عدلوا معها اتفاقية مكتوبة يعطوه الشمل البيص ويعطوه أمور أخرى، سكر وذيك الأمور اللي يعطوه الأنصار. في المقابل هو حاضن لهم ذوك اللي ذوك اللي كونتوار اللي الشرقيين المتواليين. إذا قرروا أنصارة أنهم عاد ولا هي يدخلوا موريتانيا، والله الله يستعمرها، والله يدخلوا بالطريقة اللي مشاولوا أنهم منادين. قام قبض الخوه المختار والعثمان اللي يثق فيه ومشاه لهم شار ندر. إلى إن شاء الندر الهدف من ندوية، ما هي ندوية، الهدف منهم أن النصارى لا هي نعتولوا عتادهم وقوتهم. فيه اللي هو ما قبل يوقع شي مع النصارى، سابق قاع يعلم أنهم هم هو الوكيباسيون، ما قطع معهم شي. هذا طبيب المال يتكلم معهم، يمشي له ولا بالمغداد ولا ورشاف تقال، قالوا انه حاني، انه حاني والخو متحيد هو ولا هي. وهذه من خصائص المختار الاحمد، عد عقباك عدل معاهم اتفاقيه بواسطه من المختار العثمان في كي هيدي. وتحت قياده هذا المجاهد خاضت مجموعه شراتيت معارك مختلفه ضد المستعمر الفرنسي في كل من أفطوط وتقانت والرقيبة، وذلك ابتداء من 1903، حيث دارت معارك في كل من مال وباركيول، ثم جاءت في وقت لاحق معارك ميت وأنشيش ودرقل وتنشيبة وبوغادوم وحصار تججة والدفاع عن أدرار، بالإضافة إلى معارك أخرى. تم أعلم شيئين قال لهم لحقوا ميت جايين، والناس الحقيقه عند فم أنشيش تحت، هافطوا من تحت فم أنشيش طريق يطلع معاها، يا غير هم الحقهم الحلل السنتين في البلد والتحت
مشاو شو النصارى صور ميت ولا ما اجبرش ورجع لهم. ثم ما عاد مشي مع الجور لين طاحوا لهم. يوم اللي عادوا لهم ما وش قاعد في طمع هم يصبوا بوتاس ثالث قالوا البيضان الله فهمت فهمت نف يشروا منهم 1 كيلومتر وتموا يخبطهم ب ذاك ذيك الرفة اللي يطلع ساكن المدفع طيح صدر فوق روسهم يقتل الحيوان المراح يعني عمر يظهر طلعوا مع الشيش خارج وحدة من هموم مشاو فيها نصراني ناس اسمه هو شيخة مشاوها ترى فرسي فرار جان شرطة كانت ثم تماشي نهار في طر في حماية متينة في قبي متين وذهبت قال النصراني بنقيدهم وذهب والله انه قاع قاصد اللي يخلي قيد ما شارف اللي يخلي وهم بعدهم ماشيين يتخلطوا مع رجلية من دايات يقود عثمان والعليلوات ما في الا شراتيت ما مع احد ثاني ولا قاع عند دايات بصورة خاصة ويقود عثمان والعليلوات وقاموا قاعدينهم تفاتروا معاهم وزق لهم اربعة والله خمسة وحكموا منهم ثلاثة وحاج اللي خالقه متى عنده هو المختار ولد احمد رحمه الله عليه وعليه قال لهم الخير توفات الستينات اواخر الستينات ترد مراد جيلهم انصار هذيك الساعه وقالت انها ما تنسى ذوك الرجال البيض اللي جابوا له هو المختار حصرت عليهم الناس وعاد تخرص اللون الابيض ما تعرف وذوك الرجال غط عنهم قتلوا في دباط اكيد انهم يدروا دلا قتلوا وعد معركة درقة وتنشيبة وبوغادو ومعركة النيملة ومشى ذوك الاركاب وعدوا يوم الدار وعدل علاقة بين سيد المختار محمد محمود الله يرحمه شيخ سيدي محمود ومحمد المختار واللي الحامل عد العلاقة بينهم وتم مقام تم مقام لأنه مات عنده الهشس وهو شنو قيم ماشي مهاجر في سبيل الله أراه هو ما مالك فيه أنه كاتب انصار باللي أنا لك في مدرستين في المربط الله يرحمه أحمد زيدان وأهل الميابة هم اللي يفتوا المختار ترك عنه فتوى المرابط هو ذاك الفتوى الثاني مشاو معاه أولاد ميابة إلى آخر شيء مشاو معاه أولاد خوه وولو لين لحقوا بليدة يدوروا فيه كان ويرجع قال له أنا قال له أكثر الفات من عمري من المزاح وشاح لهم عن ذراعه قال لهم هذا الشيء بالابيض قال لهم اكهر الفاتل من الزمن ما مثلك ولا تلاهي مثلك. وفضلا عن المقاومه الميدانيه فقد ذهب المشاهد المختار والاحمد والمحمشين الى السماره للقاء الشيخ ملعينين طلبا للدعم بالسلاح والذخيره من اجل التصدي الفاعل للغزاة الفرنسيين. ثم هاجر الامير المشاهد المختار والاحمد 1909 بعد أن مثل نمطا من القيادة والجهاد من النادر أن يتكرر في الزمان والمكان. مختار أتعدى المسلسلين ما يقطع الدرم ولا قاش من يقام تدري أبدا أبدا ما يقطع الدرم واحدة عنه يقبل والخو والشيخ على ولو يعد هو وزيره هو بولو قدو والله أكبر منه ها ما يقطع الدرم ولا المختار. المسألة الأخرى هو وحده من عامة الشيوخ موريتاني اللي ان بلين اكزارسيس قبيلته فارق عليه ولا مكدر عليه ولا هو مصيوع ولا هو محكوم ولا ينصاع قرر بانه يمشي مهاجر في سبيل الله وهلو يتعايط ويتبكى وهارقين عليه هو وحده موريتاني يوصل منه عقاوم يغير بيه الصوره لقاه يمشي ما هو مبطوط ما هو خايف ولا هو محاصر
ولا معدل له شي خاسر يمشي يقرر أن أولاده وشاشرته وقبيلته ماشي مهاجر في سبيل الله ما عنده سبب يكون أنه هو ما فيهم مريم الكون صار ما عدلها ما المخطأ. وكانت شاخة قاضفة أمك ومولاها حلو ويعرف ذاك اللي عدل ويعرف تسيير الخلق وتم الله ذاك النمط. احنا الشعار اصلا هم اللي يلا نعودوا نعبروا وتعبيرنا فيه قلناه منظوم وهو قلناه منثور هو قناه عليه كاملين الاول قلنا عليه اعمر ولا اعمر والديد وقال له تيدين تطريش اللي الناس كامله تعرفها وقلنا عليه النبط اللي هو سدوم والعمر والديد انبط كيناو سدوم والعمر والديد وفم فتوتا قالوا له شاكرين بعد الدولة قاع اللي طرحت لهم الأهمية اللي هي ونختاروا يعود التكريم مهلا شامل ما يعود خصوصي. وقد توفي رحمة الله عليه في المملكة المغربية 1912 وكان في طريقه إلى حج بيت الله الحرام إلى جانب قادة ومجاهدين آخرين. لنا هذه البلدة الطيبة وهذه الأرض نحبها نحميها كما نحمي النفس والعرض في وجه من يحتلها نقف بنيانا مرصوصا بعضنا من بعض. قرية قرلا مهد لرمز من الممانعة والرفض. بناهي والسيدي ترعرع على هذه الربوع ذاد عن حياضها وأشهر هذا السلاح القاتل في وجه المستعمر الصائل في سياق مقاومة وجهاد انخرط فيها الرجال والعتاد. عرفت منطقة كيفة وضواحيها مقاومة نوعية شارك فيها العديد من المجاهدين. وقد تميزت مقاومة بناهي والسيدي ومن سار على نهجه من الأبناء والأصحاب بالرفض المبدئي لطلائع المستعمر الغاشم وأطماعه التوسعية، وظل يقاوم بإيمان راسخ وعزم أكيد، تارة متحرفا لقتال وتارة متحيزا إلى فئة من المقاومين. بناهي والسيدي والمحمد الراضي والمرابط سيدي محمود أحد رجال المقاومة اللي نعرفه في العصابة. ويلا عود مولود سنة 1844 وجبرت من خلال بعض الوثائق وآراء بعض الناس اللي عاشوا معاه في بلد في المدينة اللي توفى فيها عنه هو 7 سنوات فيها. وبالتالي مشى من هون 1908 أواخرها وهو توك 7 سنوات معناها انه يلا عود توفى 1915. هاي المقاومة اجبرته بدأها في أواخر القرن 19 يلا عود في العقد الأخير من القرن 19 به اللي اجبرت له قضيتين. واحدة لقاء هو وسيد المختار والأخته والمحمد محمود جابروا مع حد من السلطات الفرنسية ساعة في مال وعطاه معه حوار ولا توافقوا. وعاقب ذلك اجبرت هذا الكتاب اللي كاتب جورج بولي عن بيضان غرب إفريقيا كاتبه جورج بولي 1904 لمورد الأفريق أوكسيدانتال فرانسيز الصفحة فيه رقم 96 يتناول فيها بناهي. قال أنه ألقى معاه جابر معاه في خاي وعنه حاول يتفاوض معاه ولا توافقوا ويوصفه وهو قاعد معاه في الكتاب وقال عنه
سيكون له شأن في التاريخ. واصل بناه سيد المختار ذا اللي يقولوا للناس فما تسوحيله ماشيين بحثا عن السلاح داخلين مقاومته وقاعدين الشيخ ملعيني في اللي قلت اجبرت رسائل بين بناه والشيخ ملعيني واجبرت صورته هذه اللي اعطيتكم اجبرتها في ملف كبير في ياسر من الوثائق بينه في مكتوب عليه بناه والسيدي والمحمد الراضي الشيخ ملعيني. قبضت من ذاك الملف اللي قديتنا قبض يتعلق بناه وقبضت الصورة هاي الصورة جابها في الملف. كل ما في الأمر أن حسب تقديري أنا اللي قريت من الأمور اجبرت من الأمور يا الله عودوا شاركوا هو وسيد المختار والأخت وسيد المختار ومحمد عمود شاركوا معركة يملان وراهما عندكم في اللائحة بناه رقم 12 وسيد المختار عقب ذاك شاركوا معركة يملان يوم 25 أكتوبر 1906. وبعد فترة من الكر والفر والمواجهات الشرسة ألقي القبض عليه من طرف الفرنسيين وسجنوه في مناطق عديدة من البلاد قبل أن يقرروا نفيه إلى ساحل العاج. الليل اللي حكموا مكث عنده من شهر 7 إلى شهر سبتمبر شهر 9 شيخ لقلو عادي يختار يمشي عنه قام يكتب براوة مطولة من أهل الصباحات يوم 26 في شتنبر 1907 يقول فيها المفوض كليم موريتاني والحاكم العام لغرب إفريقيا اللي هو وليام بوينتي يقول لهم فيها أنه حكم بناه في شهر 7 وأنه عنده وهذا عاد شتنبر وأنه يخاف عليه من ذاك اللي خاف عليه منه وعنه يختار ويمشي به عنه قبل ما فهم ومشي به شور ساحل أجل عود في أواخر 1908. هذه الأرض اللي هي كانت لها ما يقول استعمار طبيعة الحال ما هم أصلا مؤيدين للاستعمار ولا هذا عندهم مقاومة أرضهم ما يبغوا يدخلها لجانب ويقاوموها ومن المقاومة اللي برزوا فيها هون المقاومين هم هو بناه السيدي اللي كان مكدي عنهم وابي كاتب ونحبس مرتين والله ثلاثة نحبس في كيفه ونحبس في تيشيت ونحبس في خاي ونحبس في كدواء إلا من أجل أنه ما يكاتب. وبعد ما انفاه إلى ساحل العاج أخذ راية الجهاد بعده نجله سيدي والبناهي وانضم إليه عدد من المقاتلين الراغبين في نيل الشهادة عن طريق المقاومة والجهاد. يعني لين نقبل بين المغرب والعشاء لا يصلي وخاض من المحصر ولو الكبيرين قالوا سيدي والبناهي كان معاه بطبيعة الحال الأمور كاملة خاول المحصر ورجع أدراجه شمالا يبحث عن السلاح ودخلوا المقاومة في تقديري أنا أنهم يلا عودوا دخلوها حدود 1910. وكما تميز بناه والسيدي في ولاية الوطن وبراءته من الغزاة المحتلين تميز كذلك في حب الوطن وتعلقه بمرابعه ويتجلى هذا الارتباط في أدب رفيع خالد في الذاكرة الشعبية. ارتباط الناس بالأرض كانت ارتباط وثيق كلها أرض وحاكمها كلها أرض متمسكها وحاميها من أي خطورات لهجيها وخاصة قاعد لجانب الكفار قاعد ما هو فيه كانوا قاعدين جابونه. ولعل مناطق المسيل الممتدة إلى حدود قرلا خير مثال لهذه الأرض المحبوبة التي تنبت الوفاء والعزة والشموخ. سكان هذه الأحياء يتذكرون قصة المقاومة التي جرت على هذه الربوع ويعرفون كيف كان بناه والسيدي رائدا فذا من رواد الممانعة لأي قوة أجنبية تريد التوغل إلى أرض الوطن. هاي القرية اللي هون
لها قرن و 7 سنوات والله من سنوات، وكان أخوي أنصار جايين من شورى مالي جاي لا قبل دوجي عدلوا أنصار استراحة بندت نهارين والله لازم بين معاوية يقول عند الحوضين جايين جوهم جايين ودي تلاقاو عند موضع رائدة في رنق رنق قايسين هاي هو في زمن عاد شو عاد يقول له سماه أنصار قر الله لأن قراش أصلا فلتوا باب استراحة لهم ولا قطعوا عدلوا في أي أخر يكون بليده هون بليده هون بيا واحد قالوا لك قاص يعود القامر وقت يقطعوا هادين قالوا مقطع لك قاص احلى موقع هون قالوا لعزيل المقنئ لي اصلا اللي قنئ لي سيدي والبناي ذاك هذا العزيل راعي هون عنده ومين قدام ذاك وهي القر الله اصلا المقنئ لي سيدي والبناي قالوا مسيله قائله تميت تسمع ما خلقت لك حيله المسيله يا عقلي في قنيت ما هي باطل لا المسيله المسيلة من عند قويبين للسلطان يوم وكرشفين من عند الرق السيف الطين شوفتهم في العين ثقيلة سرم اللي والله الاثنين اللي تمت فيهم حيلة يا غير منين تشوف العين قرى الله والله العزيلة وحكموا بالكواته ومخيزين والحريجات وعومة تيلة هذوك ديار ميل منين الدلال ذيك ثقيلة ذاك هو بل منين عاد المسيلة المسيلة أرض هي الأم والمهاد والوطن نفديها بأرواحنا لا تقدر بثمن دونها الرجال ودونها السلاح أهلها مؤمنون وأهل ورع وصلاح في أكثر من واقعة كانت القوة دافعة وكانت الصيحة جامعة المجاهد سيدي للغوث قصة مقاومة وقف مجاهدا دون الوطن بلا مساومة تصدر العديد من المعارك ونعم القائد ونعم المشارك ذكره بين المؤرخين والأحفاد والمهتمين ينبض بالإيمان ومحبة الأوطان. على مناطق عديدة من هذا الوطن وبالأخص أفل ورقيبة ومجابات مختلفة من ولاية العصابة وغيرها كان المجاهد سيدي للغوث قصة جهاد مكتملة الفصول خاض معارك منفردا بجيشه الزاحف وجاهد إلى جانب قادة آخرين في أكثر من منطقة وقد استطاع بكاريزما نادرة وبقيادة آسرة أن يخوض العديد من المعارك ويشكل عقبة كأداء في وجه الفرنسيين سيدي للغوث هذا القائد الكبير كأنه لا يعرف إلا من خلال هذا الجهاد والجهاد ونعمة المعرفة ونعمة الوصف لأن الجهاد هو ذروة سنام الإسلام هذا الرجل له أوصاف كثيرة إن هذا الرجل كان عالم كان عالم من العلماء هذا البلد ومع الأسف وهذه مصيبة أخرى أن علماءنا يموت علمهم معهم الشيء الثاني أنه كان هذا الرجل كان قائد لمجتمع يعني عالم اجتماعي كان عنده تجمع كبير الناس تتجمع عليه ولو لم يكن كذلك لما قاد هذه الجيوش في أكثر من معركة قاد جيوش كبيرة في أكثر من معركة كذلك هذا الرجل كان هذا العلم كان يربي من خلاله كان يربي من خلال علمه ومن خلال سياسته التي يسوس بها المجتمع ومن خلال كذلك علاقاته بالمجتمع الأوسع ومن خلال مواجهته مع العدو ربى أبناءه على ذلك وليس بعيدا عنا محمد محمود والسيدي وللغوث الذي كان يوصف الناس التي تعرفه كانوا يصفونه أنه يوسف من عرفه وكان يعني يتمتع بكثير من الأوصاف لكن الآن مع القائد سيدي وتدل الآثار التي تركها هذا القائد
وحلفاؤه من بعده على حسن التدبير وقوة الشكيمة وسعة المعرفة وعزة النفس وكثرة الأنصار. هنا على بعد 20 كيلومتر تقريبا من بلدة أم الخزدار يرقد هذا القائد إلى جانب مجاهدين وعلماء وصلحاء دفن في هذه المنطقة بعد حياة حافلة بالعلم والجهاد. البلد اللي احنا فيه قالوا قلب النور فيه ضريح سيدي والغوث المجاهد اللي مس الناس كاملة سامعة به، وفيه معاه محبوه محمد السيبكة سيدي اللي قال لكم قال له سيدينا ولا الغوث ولا محمد ولا سيدي بكر ولا طالب احمد جدو ولا نختاره ولا طالب مصطفى، هذا اباته الناس كامله تعرفهم اولياء كاملين. هو جعل مولانا مشاهد باذن الله نقول لك والد الغوث مات في القتال، وعمه حناني هو روضاته هم في مخروبات تل حريم البيض لخده التلي ماتوا في القتال، وذاك هو موجب تقويمه هو للمسألة عقب موت والده. شيخ أبوه جده محمد السبكر جده شيخه ما زال قاعد وتكل عليه الأمر، وقام في سبيل الله. الدنيا ساعة تعرف لا شيء لا شيء إلهي، أمورها لا إلهية كاملة وجهاد ولا إلهي، وله قابل يستسلم المستعمر. وبدأ القتال من 1901 هي بداية مقاومته اللي قام به. وهو اللي قال لكم معي الحالة له مجيب الدعوة صالح من الصالحين، وحقيقته ما تنقبض، ما تقد كاميرا تقبض حقيقته. ولعل من أشهر المواجهات معركة أجار التي عكست شجاعة الجيش المجاهد ومستوى الفدائية وحب الشهادة في سبيل الله. هذه المعركة كانت بدايتها أن سيدي أرسل يعني بعث للاستطلاع، وكان يقوده والدي صالح والبيب والصالح كان يقود هذا البعث، وذهبوا إلى العدو ليلا بوصف أنهم مدخنون ويريدون الدخان، يريدون منيجة ويريدون، ودخلوا المجتمع لهذه الحيلة، حتى رصدوا القوة قوة العدو واستطلعوا أحواله وماذا يريد واتجاهه وقوته، ثم رجعوا. لما جاءوا للقائد سيدي سأل قائد البعث صالح قال له ما رأيك بعدما وصف له قوة العدو واستعداده واتجاهه؟ قال له أنا رأيي أن هؤلاء هذا العدو عنده قوة كبيرة، سلاحه متطور بالنسبة لسلاحنا ومستعد أكثر منا، وأقترح أنه يترك حتى يمر ريثما نستعد نحن أكثر. عندما قال هذا قال أحد الجيش قال له صالح أنت خفت؟ قال له لا، أنا سوف أكون آخر من يبقى في مكان المعركة. القائد سيدي ارتأى رأي الوالد صالح، وكأن مجموعة من الجيش لم ترى هذا الرأي، رأوا أنهم يواجهوا العدو، ولكن القائد لم يرى ذلك، وأمرهم أن يعملوا حيلة حتى يمر الجيش، يدخلوا في أجار، جار منطقة بين كيفا والطينطان. بعض الناس يقولوا جار ولا الغوث، بعضهم يسميه اسم ثاني. فدخلوا في جار، جار محوز وفيه مكان واحد للدخول والخروج،
دخلوا فيه محتالين عن الجيش العدو حتى يمر. فلما اقترب جيش العدو مر، الذين لم يوافقوا على ذلك استفزهم هذا العدو بقواته ومروره، بعضهم طلق عليه النار، أطلق عليه النار. فانتبه العدو، انتبه، كان يرفد الدبش على الإبل وماشي، انتبه العدو ورجع بالإطلاق النار. الوقت الذي أمضاه العدو يرجع ويستعد لنصب مدافعه كبيرة، المقاتلين المجاهدين بقيادة سيدي يعني قتلوا منهم الكثير، حتى أن الوالد سألته أحد بناته تقول له هو لقبه ووه، وهو قتلت نصارى، قتلت نصراني؟ قالها النصارى اللي عيونهم بيض عيونهم زرق بقاو بلوز، بهذه العبارة بقاو بلوز. هذا الجولة الأولى كان فيها يعني العدو كان ضرب ضربة شديدة جدا، وبعدما نصب المدافع الجيش المجاهد قريب منه وليس عنده أي مكان يخرج منه إلا المكان الذي نصيبت فيه المدافع، وفعلا كانت الدائرة قوية جدا على هؤلاء الأبطال. من هذا المكان يطل المقاومون بقيادة المجاهد سيدي ولي الغوث على الضواحي المحاذية ترصدا لكل طارق إلا طارقا يطرق بخير. مع مطلع كل يوم ينطلق الفرسان يفتشون في ثنايا المنطقة ويتحسسون من أخبار العدو. وذات غداة اندلعت معركة البيض، كانت ها هنا وبقي الأثر. وتحتفظ ساحة هذه المعركة ببعض الآثار الشاهدة على عربدة الغزاة وتطاولهم على السكان المحليين، كما تدل الملامح الجغرافية المحيطة بساحة هذه المعركة على طبيعة المواجهة وعلى نوع التكتيك المستخدم من طرف المقاومين. والآن أورك في بلد معركة البيض، بلد المعركة، المكان اللي خلقت فيه المعركة، والمعركة 1909 وقائدها يكسع سيدي ولي الغوث. ولا شك ولا ريب أنكم تعودوا تعلموا علن معاونين المعركة فيهم اللي ذهبوا هون فهذو الصالحين، فيهم حسن ولي الصافي، وهو الصالحين اللي ذهما فيهم 40 عالم نهار واحد اللي حبيب البوب اللي أولاد بوب 40 عالم. أيوة ذيك البهجة التلية اللي في جنب الكدية كانت تشوف، وزيرة ذي شرق من هون زيرات ساعة ما كانوا خالقين، كانت ينقال لهم بيت تشوف الجاي من شرق شوفوا ذيك الزيرة الشرقية، والجاي من قبله شوفوا ذيك البهجة. وقدر الله علن مجن صار هون الحق مجموعة الأغلال مشي فارسين كل نهار تطلق فارسين يلوقدوا للنصارى شور كيف بين السباخة وتنكرة. وهذه المعركة كانت نتاجا
لانتصارات سابقة لها، ومن ذلك انتصارهم في معركة كيفة وقربها. هذا هو كان الدور الأهم والبارز. وعندما علم الجيش الفرنسي بذلك استخدموا طرقا ليست بمعروفة الأصل، طرقا وعرة للوصول إلى هذه المنطقة. وقد استطاعت الرابطة الوطنية لتخليد المقاومة أن تذكر بدور هؤلاء المجاهدين في الحفاظ على الوطن والتمسك بالقيم والمبادئ. هنا في بلدة أم الخز نظموا هذه التظاهرة الكبيرة بالتعاون مع نخبة من أبناء المنطقة وبحضور الساكنة المحلية إلى جانب عدد من الباحثين والمهتمين، حيث دارت نقاشات هادفة وألقيت خطابات كاشفة تبين مكانة المقاومة ودور القائد المجاهد سيدي ولي الغوث في سلسلة المواجهات التي دارت مع المستعمر الفرنسي. حضورنا معك اليوم في هذا المركز لكن أعطونا مثال مثال على مقاومة سيدي الغوث وجماعته في ابتداء هذا المركز إلى البيض الشحافية، وبالطبع أجار الغوث اللي معروفة في الحوض والنملان أخيرا. ونحن هون في البيض، قرية البيض اللي أصلا كانت واحدة من ميادين هذه المقاومة، اللي كان بطلها سيدي ولي الغوث ومعاه المجاهدين الأبطال اللي دحروا المستعمر من البيض وعدلوا مقاومة شملت إجحافية وشملت أجار وشملت الحوضين والعصابة وشملت تقانت. ويتمسك سكان هذه الحاضنة المقاومة بالبقاء في هذه المناطق وبالعمل المشترك للحد من الهجرة عن هذه الناحية التي سالت فيها دماء الشهداء وضربت فيها أروع الأمثال للبطولات الخالدة، وذلك بدعم السكان وتوفير مقومات البقاء في هذا البلد الطيب وبالتغلب على الصعاب التنموية التي تعاني منها ساكنة هذه المناطق. اليوم بما أن الجهات الرسمية عادت الثقة لكتابة التاريخ من جديد وعادت الثقة للأماكن اللي قد مرت به المقاومة، احنا عندنا عدة طلبات. أولا تتمثل في إعادة النظر لهذه القرية، إياك القرية ما يخلق فيها قال الهجرة الريفية لأنه في مكان جغرافي مهم. مشاكلنا هون الصمات واحد البعد من المقاطع اللي احنا تابعين، ها قاعد يوصلها منا حد ما هو بعد كاري وتميت له هذا الشيء، لكن وعند والطرق اللي رابطتنا مولي بالطينطان اللي هو اللي جايسي صعبة به اللي فيه الكدي وهي جران وهي كل شيء كامل. هذا سمعت معناها عنا وبعيد من الطب وبعيد من المدائم، والمراعي هنا العامة راهنكم هي اللي واقعة قاع ما هي خالي. أنا كمواطنة موريتانية وكحفيد لأبطال المقاومة نختار نثمن المقاومة بصفة عامة بشقيها العسكري والثقافي، ونثمن الدور اللي قامت به من أجل الذود عن تراب هذا البلد وعن ثقافته وهويته، ونختار نثمن هذه اللفتة من السلطات في الوقت الحالي على أبطال المقاومة وعلى البحث عنهم وتكريمهم والبحث عن المواقع اللي عدلوا فيها المقاومة واللي خلقت فيها بعض من الأحداث، ونختار نطالب الجهات المعنية بعدين يخلق قدر من تكثيف البحث وقدر من البحث المكثف في المعارك اللي قامت والمواقع اللي قامت في الساعة أثناء المقاومة، بحيث بعدين تعود تظهر فيها الجيوش بصفة عامة والأشخاص اللي استشهدوا. هنا على هضاب هذه الناحية وفي ظروف قاسية وعاتية، كان الجهاد ضد الفرنسيين أقدس قضية انخرطت فيه مقاومة أبية حبا لهذه البقعة الزكية وصونا
للكرامة والحرية. هنا كان المشاهد الشيخ والعبدوكة وصحبه المؤمنون، وعلى طول الرقعة الممتدة من الظهر إلى مناطق كوش ومن البهجة إلى أبيض عد البقر، مرورا بالكرع الأخضر وأبطا حجريف. هنا تكبد المستعمر خسائر محفوظة في سجل التاريخ. في الشرق الموريتاني عبرت المقاومة عن نفسها أحسن تعبير من خلال الجهاد الدائم والمواجهات المتكررة، وشملت المقاومة مناطق عديدة من الحوضين برزت فيها الممانعة بشقيها العسكري والثقافي. المقاومة المسلحة تشكلت في عدة مظاهر في منطقة الحوض، من أهمها ظاهرة أهل الكدية وما يعرفوا مقاومة أهل عبدك أبناء عبدك، وهل عبدك هذه أسرات من أهل سيدي والمحام، وتتكون من عائلتين هم المختار والعبدك ومحمد والعبدك. فمحمد والعبدك الذي شكل ظاهرة ممانعة جدية أمام الاستعمار، كان إلى جانبه أبناؤه الثلاثة زين والشيخ وابن عمه، زين والشيخ والسيد أحمد وابن عمه فاليلي والعبدك. هؤلاء كانت نمطية صراعهم مع الاستعمار تأسست على أهداف منها، أولا الاستيلاء على القوافل التي تحمل الأموال من النوارة إلى ولاته، والاستيلاء على قوافل والمؤن التي يجهزها المستعمر. المسألة الثالثة هي السعي إلى إتلاف جميع أدوات التلغراف التي يتملكها الاستعمار. وفضلا عن عديد المقاومين والرفض الشعبي، كان المجاهد شيخ العبدوكة على رأس حماة مرابطين على الثغور بين كر وفر في وجه التوغل الفرنسي. المرحوم الشيخ العبدوكة عاش 80 سنة وبدأ المقاومة ب 22 سنة عند بلدين قالوا مبيت علي يرعاه في الشمال الشرقي، في الجنوب الشرقي من تنبتقة، في الجنوب الشرقي من تنبتقة، وأول رصاصة انطلصت في المقاومة من هذا المدفع اللي آني في التصوير، ومن عند المقاومة من عند ذاك البلد اللي انطلصت فيه اقتل فيها أعوان النصارى، توجه لبلدين قالوا ديادة. وقبله كان محمد والعبدوكة مجاهرا بضرورة مواجهة الفرنسيين، وقد اعتقل في تنبكتو قبل احتلال الحوض وبعد شروع الفرنسيين في التوغل. وقد قام محمد وأنصاره بقتل العديد من المجندين داخل المناطق المحتلة من أرض مالي. ولما دخل الفرنسيون الحوض كانوا يراقبون محمد والعبدوكة الذي اجتمع هو وأخوه فاليلي وابنه الشيخ عند بياض الجادة قرب قبر الشيخ محمد فاضل، وقرروا المواجهة مع الفرنسيين. وبشهادة بولمرت قال إن أهل عبدوكة اللي كلفوا المستعمر ما كلفوا لهم حد. بداية موقع زروق اللي مات فيها كتيبة كاملة، الشرخة السنادرة هذه اللي شرقنا قريب منه في بلدية جريف، الخويبة هذه خويبة ولاته هي اللي يقول فيها أخوه الأديب الزين والعبدوكة يقول الخويبة خلات وانقطع مولها ولا بتنات ولولها، ولين اللي تاولها يمشوا عن تيزنيك الكدية اللي كانوا هما كانوا في كدية النعمة وكانوا يمشوا إلى تيزنيك هاي الساحلية، يقولها الشيخ والعبدوكة كديتنا هاه اللي صديق فينا يا خيارك دانا بسم الله هي تيزنيك ودعناك المولانا. ولم تكن المقاومة الثقافية أقل تأثيرا من المقاومة العسكرية، بل كان علماء المنطقة جنبا إلى جنب مع القادة الميدانيين استنفارا للمقاتلين
وتسديدا لخطاهم ودعوة للجهاد في سبيل الله. حدثت أيضا أشكال أخرى من المقاومة، منها المقاومة الثقافية التي بينها المفكرون والمثقفون في منطقة الحوض، وأكدوا على حرمة قبول الاستعمار، من أهمهم الشيخ محمد يحيى الولات الذي طلب من أحد الأمراء محمد المختار ومحمد محمود قائلا: لا أسمح لك بأن تقبل دخول الاستعمار. فأجابه قبل أن يذهب إلى الحاج طبعا سنة 1896 أو 94، قال له: إذا لم يأتوني من جميع الجهات فلن فسأبذل جهدي بأن لا يدخلوا. وكان منهم أيضا المجاهد الذي أقام عملية هجرة جماعية، وهو السيد الشيخ محمد الأمين والزيني القلقمي الذي هاجر مع 600 من أفراد قبيلته وقبائل أخرى. لا معنى لوطن بلا رجال، ولا معنى لرجال بلا مواقف يسطرون أروع الأمثال في وقت الكريهة والسجال. إنها صفحة مليئة بالسطور عن مقاومة وجهاد ضد قوة ظالمة كان المقاومون لها بالمرصاد. إلى حلقة نوفمبرية أخرى، هذه تحيات الفريق: محمد العبد الرحمن، شيخنا العثمان، أحمد الحراكي، وتحيتي أنا محمد الزمزام.